ما الذي يجعل الشعر مجعدا؟ إن كان شعرك أجعدا أو كنت من ذوي الشعر الأملس الذين يغبطون أصحاب الشعر الأجعد، فقد تتساءل عن سبب تموج صنف من الشعر في حين بقاء الصنف الآخر ناعما. ستجيبك نظريات وفقا لدراسة نشرتها مجلة The Experimental Biology سنة 2018. تنص الفرضية الأولى على تفسير تجعيد الشعر بواسطة الأعداد الكبيرة لخلايا الشعر على الجانب المحدب من بصيلة الشعرة، أي الحافة الخارجية من التجعيد، إضافة إلى عدد أقل من الخلايا على الجانب المقعر، أي الحافة الداخلية. إذ تخلق هذه الأعداد القليلة نسبيا من الخلايا حافة أقصر في الداخل تسحب البصيلة نحوها مسببة تجاعد الشعر. في حين تشير النظرية الأخرى إلى أن الاختلافات بين أطوال الخلايا على الجوانب المحدبة والمقعرة من الشعر قد يفسر التجعيد، وعلى غرار النظرية الأولى فإن اختلاف الحجم النسبي بين الخلايا المتطاولة في الخلايا والخلايا المتراصة في الداخل يسبب التجعد. يظن المختصون أن الشعر المجعد أفضل في تدفئة الثدييات من الشعر المستقيم، إذ يخلق الشعر المستقيم المتشابك مع المجعد خط الدفاع الأخير ضد فقدان الحرارة. قال الباحث الرئيسي في الدراسة والعالم أي جي ريسيرش، أحد أكبر معاهد البحوث الحكومية للشركات في نيوزيلندا، دوان هارلاند، إن بنية غطاء الثدييات النموذجي مماثلة للغابة ذات الشجيرات. وأخبر أيضا مجلة لايف ساينس، يلتصق الشعر المستقيم ببعضه ليترك مساحة بالقرب من الجلد، فتملأ الشعيرات الدقيقة المجعدة هذه المساحة وتحصر الهواء. تناولت دراسة هالاند التجعد في أغنام المارينو فقط، لذلك من الصعب معرفة هل يؤدي العزل إلى تطور الشعر المجعد لدى البشر؟ قال هارلاند: ببساطة لا أحد يعرف تفاصيل شعر الإنسان، إذ يصعب جانبنا الاجتماعي تحديد تفاصيله، وكذلك قدرتنا على تطوير التكنولوجيا التي تحل محل الوظائف التي تغطيها البيولوجيا أصلاً. نستطيع معرفة الكثير عن بيولوجيا سمات البصيلات الشعرية لدى البشر وأصولها من الأغنام المجعدة، فقد تطور شعرنا من الأصول الجينية ذاتها. أوضح هالاند: يعد شعر الثدييات قديما وربما تطور قبل الديناصورات، وفقا لدراسة نشرتها مجلة Scientific Report عام 2016، أظهرت تحاليل 29 عينة من جماجم أحفورية لأقارب ثدييات قديمة وحشيات الأقواس أنها كانت مكسوة بالفرو. لاختبار النظريتين استخدم هارلاند وزملائه تقنيات الفحص المجهري المتطورة لتكبير ألياف صوف الأغنام وقياس الاختلافات بين عدد الخلايا وحجمها داخل الكلى الانحناءات وخارجها، وسرعان ما وجد الفرق دليلا يظهر أن عدد الخلايا يصنع التجعيد. قال هارلاند: لقد وجدنا أدلة مناقضة للنظرية القائلة إن الانحناء ينتج عن وجود المزيد من الخلايا على جانب الألياف الأقرب إلى الخارج. فقد وجد المختصون أن الخلايا الموجودة خارج الانحناء كانت أطول في الحالات كلها، ما يدعم النظرية القائلة إن الانحناء يعتمد على الاختلافات في أطوال نوع الخلية. لكن للأسف ليس الأمر بهذه البساطة كما هو الحال مع العلم غالبا. يقول هارلاند: لم نصل تماما إلى معرفة تفاصيل الشعر المجعد كاملة، إذ تضمنت دراسته المقاطع العرضية الفردية فقط لألياف شعر الأغنام تحت المجهر، وقد تنتج هيئة هذا الشعر عن الانحناء، لكنها قد تمتد أيضا بعض القوى الالتوائية التي تغير النتيجة. حتى لو كانت هذه المقاطع العرضية تمثل جيدا فروع الشعر كاملة، فهذا لا يعني أن النظرية الأخرى القائلة إن سبب التجعيد هو إعداد الخلايا نظرية خاطئة، فقد تكون أشعار الحيوانات المختلفة مجعدة لأسباب مختلفة. قال هارلاند: من التعجر في تعميم هذه الحالة، إذ يتسع النطاق لمزيد من الاستكشافات، ومن الرائع وجود علماء آخرين يكررون دراستنا ويستندون إليها، وقد يجدون أننا أخطأنا في مكان ما على أمل أن تكون أخطاء صغيرة، فهذا هو العلم.